بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمود حسين لاستكمال قرص السويل ستابلايزيشن أو تثبيت التربة، وإحنا هنبتدي النهاردة في شابتر 4 اللي هو الميكانيكال بروبيرتيز اوف سويل أو الخواص الميكانيكية للتربة. الجزء الأول الخاص بهذا الشابتر عبارة عن هنفهم يعني ايه الكونسبت اوف افكتيف ستريسز، وهنعرف ازاي نحسب الافكتيف ستريسز للسويل. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هي الكونسبت اوف افكتيف ستريسز. بنقول when any load acts on the surface of soil, part of this load transfer to the soil skeleton, which is called the effective stresses, and the rest of the load transmit through the water in the soil voids, which is called the pore water pressure. يعني الكلام دوت، يعني أنا لو أنا عندي سطح الأرض هوت، وفي هنا حبيبات صلبة بالشكل ده، وجالي لود من فوق، فاللود ده هيتنقل لحاجتين. أول حاجة للسكيلتون بتاعت السوليدز نفسها، ده هيرد هنا، والجزء الثاني هيروح لي لو في ميه هنا ووتر بيروح للميه. اللي بيروح للسكيلتون ده، ده اللي بيسموه الافكتيف ستريسز، اما اللي بيروح للميه فده اللي بيسموه البور ووتر بريشر. يبقى لو انا عندي السيجما هنا توتال نازله من فوق لتحت بالشكل ده، فبيرد لها هنا حاجه اسمها سيجما داش وحاجه اسمها يو. طب لو انا عايز اجيب بقى السيجما داش او الافكتيف ستريسز بتاعي، كلمه الافكتيف ستريسز اللي هي سيجما داش دي بتساوي السيجما اللي هي سيجما توتال ماينس اليو. ولازم تخلي بالك ان السيجما طبعا ده اللي هي التوتال نورمال ستريسز، ودي بتبقى داون ووردز يعني نازله من فوق لتحت. اما السيجما داش اللي هي الافكتيف ستريسز دي اللي راحه للسويل سكيلتون، ودي بتبقى الابورد. والبور ووتر بريشر الستريس ترانسميتس رو ووتر ان ذا سويل فويدز، ودي بتبقى برضك للمين؟ للاب وورد. طيب السؤال بقى، هاو دو يو كالكوليت ذا افكتيف ستريسز؟ هناخد النهارده اول كيس اللي هي without سيبج، مفيش تسرب لمين؟ للميه. طيب اول حاله عندي، لو نفترض ان انا عندي ده سطح الارض، وبعدين في هنا الجراوند ووتر تيبل موجود تحت سطح الأرض بالشكل ده، في هنا تربة الكثافة بتاعتها جاما واحد، ممكن جاما واحد دي تكون ساتيوريتد، تكون بالك، تكون دراي، وفي التربة اللي تحت منسوب المياه الأرضية سويل 2، والجاما بتاعتها جاما ساتيوريتد، والارتفاع ده اسمه H1 والارتفاع ده اسمه H2، وأنا عايز أعرف الاستريسز عند النقطة دي اللي هنا. قلنا في عندنا ثلاث أنواع من الاستريسز، في التوتال استريسز، وفي البور ووتر بريشر، وفي الافكتيف ستريسز. يبقى التوتال ستريسز عباره عن ايه؟ انت عايز تجيب الستريسز عند النقطه دي، خلاص وزن الحاجه اللي فوقيها كلها، اللي هي عباره عن H1 في الجاما 1، ايا كانت بقى جاما 1 ساتيوريتد او ان كانت بالك او ان كانت ويت او ان كانت دراي ايا كانت، لكن جاما 2 عشان تحت الميه خدتها جاما مين؟ ساتيوريتد. البور ووتر بريشر ده اللي هو رايح للميه، طب ارتفاع الميه هنا قد ايه؟ H2، فعشان كده بقت H2 في جاما مين؟ ووتر. الافكتيف ده عباره عن السيجما ناقص اليو، فاقدر اطلعها. لو عوضت هلاقي ان السيجما افكتيف عباره عن H1 في جاما 1 بلس H2 تايمز جاما سبميرجد. ليه سبميرجد؟ عشان هي هتجي لك من هنا جاما ساتيوريتد 2 ماينس جاما ووتر. جاما ساتيوريتد ناقص جاما ووتر اللي هي جاما سبميرجد بتاعت التربه الثانيه. طيب لو انا عندي بقى الميه موجوده فوق سطح الارض، زي لو كانت مثلا في ترعه او في مصرف او خلافه، وارتفاعها دي H1 والتربه عباره عن ارتفاعها H2، وانا عايز اعرف الاستريس عند النقطه دي، فنفس الكلام انا عايز التوتال ستريسز. التوتال ستريسز عباره عن شويه ميه فوق اللي هو H1 في جاما ووتر، والتربه بتاعتي اللي هي H2 في جاما ساتيوريتد 2. اما البور ووتر بريشر ده عباره عن ايه؟ H1 ارتفاع المية كله H1 بلس H2 في مين؟ في جاما ووتر. لما عاوز اجيب الافكتيف ستريسز يبقى عباره عن السيجما ناقص اليو، فيطلع لي في الاخر
ان السيجما داش اللي هي الافكتيف ستريسز بيساوي اتش 2 في جاما سبمرجد 2. ونفس الكلام جت منين جاما سبمرجد؟ خلي بالك ان انت عندك هنا جاما ساتوريتد وعندك ناقص مين؟ جاما ووتر. دي هتلاقيها اللي هي مين في الاخر؟ اللي هي جاما سبمرجد بتاعت الصيف. الحالة التالتة، لو أنا عندي منطقة هنا بيسموها الكابيلوري زون. يعني إيه كابيلوري زون؟ يعني هنا المية بتطلع بالخاصية الشعرية، المية بتطلع بالخاصية الشعرية، كل دي المية طالعة لي بالخاصية الشعرية. طيب السؤال بقى، عايز أحسب الاستريسز عند نقطة دي هنا. عشان أحسب، هي طبعا لو نقطة دي موجودة هنا مش هيبقى فيه مشكلة خالص، إن أنا هقول إيه؟ جاما دراي في الـ H1 والـ H دي كلها مضروبة في مين؟ في جاما ساتوريتد، عشان دي تعتبر في الكابيلوري زون. لكن المشكلة لو عايز أحسب الاستريسز عند النقطة دي، أحسبها إزاي؟ أول حاجة هنحسب التوتال مين؟ ستريسز. التوتال ستريسز عبارة عن H1 اللي هو ده في مين؟ في الجاما دراي اللي موجودة فوق دي، زائد مين؟ H2 اللي هي الارتفاع ده، بس في مين الجاما بتاعتي؟ جاما ساتوريتد أو جاما ويت حسب الحالة اللي هو مديها لك في المسألة. خلي بالك مفيش اختلاف خالص في الإيه؟ في التوتال ستريسز، دايما الشغل كله هيبقى في مين؟ في البور ووتر بريشر. البور ووتر بريشر تقول لي ده هنا مفيش ميه، اقول لك لا في ميه، بس الميه دي طالعه نتيجه مين؟ الخاصيه الشعريه بتاعتي. طب الخاصيه الشعريه طلعتها مسافه قد ايه؟ طلعتها مسافه اتش ووتر. فعشان تحسب تاثير الميه عند النقطه ديت عباره عن ناقص اتش ووتر اللي انت الميه اللي طلعتها في مين؟ او ارتفاع النقطه عن الميه في الجاما ووتر في الاس، الاس دي اللي هي ديجري اوف ساتوريشن او درجه التشبع. طب ليه نيجاتيف؟ ليه النيجاتيف ديت؟ نيجاتيف يعني المقصود بيها ان حصل هنا ساكشن. فتخلي بالك ساكشن، احنا البور ووتر بريشر متعودين ان هو جاي منين؟ من تحت الايه؟ لفوق، لا هنا هتلاقيه من فوق لتحت. عشان كده لما تيجي تعمل السيجما بتاعتك او السيجما داش اللي هي سيجما ناقص يو، هتقول ماشي اتش 1 في جاما دراي، ماشي اللي هي دي. حلو. اتش 2 في جاما ساتوريتد، حلو. بس هنا مش هنقول ماينس بقى، هتبقى زائد، زائد مين؟ اتش ووتر في جاما ووتر في الاس، وهو ده قيمه مين؟ اليو، لكن ده قيمه مين؟ السيجما. فاقدر اجيب الافكتيف ستريسز لو عندي كابيلوري زون زي ما انت شايف. شكرا.